من حوالي 10 سنين اتخرجت انا من كليه تجاره جامعه زقازيق شعبه لغه عربيه مش انجلش، شعبه لغه عربيه. طبعا كالعاده لان انا خريج كليه تجاره واحنا كتير زي ما قلنا قضيت 6 شهور بعد الكليه من الجحيم، مش لاقي شغل، مش عارف اصرف على نفسي، مش عارف اعمل اي حاجه. وإذ فجأة يجي لي طوق النجاة، ليه صديق في شرم الشيخ لقى لي شغلانة هناك في فندق وفي قسم الريسبشن. أخيرا فجأة أحلامي كلها هتتحقق، هكلم أجانب، علاقات، أكل، شرب. سافرت وعملت انترفيو أو مقابلة عمل وعديت واشتغلت في الريسبشن. الانجليزي بتاعي أيامها كان 65-70% بس ده كان كفاية جدا ان انا اشتغل في ريسبشن في فندق. طبعا ازاي طورت الانجليزي ده فيديو تاني هنتكلم عليه بعدين. وبعد ما الدنيا ضحكت لي وابتسمت لي وبقت وردية وجميلة جدا، وإذ فجأة أظلمت تاني. فأول يوم شغل ليا الدنيا كانت هتديني 100 ألم على وشي وكنت احتمال اترفد في أحلى وظيفة أنا اشتغلتها لما كنت موجود في شرم الشيخ. اللي حصل كالآتي وده موضوع الفيديو بتاع النهاردة، إن أنا دخل عليها كاستمر أو جيست من حتة في إنجلترا اسمها كاكني. الحتة ديت دي بلد فوق إنجلترا بيقولوا فيها تي اتش زي الإف، فبدل ما الراجل يقول لي ثانك يو قال لي فانك يو، وأنا وصلت لي فاك يو. بدل ما يقول لي ثانك يو التي اتش بقلبها اف قالها فانك يو، وانا وصلت لي فاك يو. فانا كل مره اقول له وات وانا متضايق، وات وات. طبعا اكتشفنا بعد كده ان هو كان بيقول لي ان هو من الحته في انجلترا ديت، ان هم بيقولوا نورث بدل ما يقولوا نورث انجلند بيقولوا نورث. وطبعا قلت له ماي بليجر والدنيا تمام. بس انا اللي استوقفني في الموضوع دوت مش اني انا ما فهمتش الراجل، اللي استوقفني ان انا ما كنتش برد عليه غير برد واحد بس وانا مش فاهم، وهو وات وات وات. وعشان كده اشتغلت انا على نفسي وتعلمت كذا بديل لوات، لان وات احيانا بتبقى اجريسيف او عدائيه شويه وانت بتتكلم، زي ما تكون بتقول لواحد ايه انت بتقول ايه، وممكن تقلب في الاخر بخناقه او حاجه لا قدر الله. وعشان كده انا وعدت نفسي اول ما يبقى عندي متابعين لزاز جمال كيوت زيكم كده هشارك معاكم بدايل لوات تقدر تستخدمهم دايما لما تبقى مش فاهم حد. ما تيجي نبقى كيوت كده بقى مع بعض ونتعلم بدايل النهارده لوات. يلا بينا يلا بينا. هنتعلم بدايل فورمال تقدر تقولها في مواقف رسميه او ناس ما تعرفهاش قوي، وبدايل ثانيه انفورمال تقدر تقولها لصحابك وحبايبك وهكذا. خلينا نبتدي الاول بالفورمال. اول كلمه معانا بديل لوات، اوكي، اللي احنا اتفقنا مش هنقولها تاني، هي باردن. باردن يعني بتقول ايه؟ باردن، المعذره، باردن. وممكن كمان تقول باردن مي، باردن مي، باردن مي. الحاجات الفورمال كمان ان انت ممكن تقول excuse me excuse me، او ممكن تقول sorry sorry. ممكن تقول لواحد برضو could you repeat that please، دي تبقى انت بقى حد فخم كده قوي. could you repeat that please could you repeat that please، يعني ممكن تكرر ده من فضلك. اخر حاجه معانا ودي شويه بريطاني مش امريكان انجلش، وبتبان ان انت بقى فورمال قوي، يعني تقول لواحد ايه I beg your pardon، يعني pardon اللي احنا خدناها في الاول بس تحط قبلها ايه I beg your pardon، اللي هو زي المعذرة يا سيدي، زي ما تكون بتكلم answer machine كده، انت فاهم؟ I beg your pardon. تمام كده احنا خلصنا الفورمال، تعالوا بينا نروح على الانفورمال. البدال الانفورمال وتاني نقولها لناس احنا نعرفهم، اول بديل معانا هو come again، اللي هو تعالى تاني كده قول كده بتقول ايه come again come again. تاني بديل معانا هو you what، بتقول ايه بتقول ايه يا ابني انت بتقول ايه يو وات يو وات. البديل الثالث معانا هو اكسكيوز مي، ودي جايه من اكسكيوز مي بس بنختصرها بقى، تمام؟ في الانفورمال بنقول اكسكيوز مي اكسكيوز مي بدل ما تقول اكسكيوز مي اكسكيوز مي. عندنا كمان اي دونت جيت ات اي دونت جيت ات اي دونت جيت ات، مش فاهمك مش لاقطك اي دونت جيت ات، او اي دونت فولو، معلش انا تركيزي نزل شويه مش متابعك I don't follow I don't follow. عندنا كمان idioms او مصطلحات او تعبيرات تقدر تستخدمها لما تحب تقول انك مش فاهم اللي قصادك وتبان ان انت مستواك كمان عالي في اللغه، زي لما تقول It's all Greek to me It's all Greek to me، يعني زي ما بنقول عندنا بالعربي كده ده بيتكلم هندي ده ولا احنا مش فاهمين منه حاجه، Greek يعني يوناني، او It's all Chinese to me، الواد ده محمد جاكيشان بيتكلم صيني ليه كده الواد ده، انت فاهم؟ It's all Chinese to me. عندنا كمان That was clear as mud، يعني ما فهمناش اي حاجه ولا الهوا من اللي بيتقال، زي ما تحضر محاضره كده في الفيزياء وانت اصلا سائد ثانويه عامه انت فاهم، فهتقول ايه That was clear تمام as clear as mud. اوكي لو الفيديو عجبك
بليز شير اند لايك، ساعدنا نوصل لعدد اكبر. انا بعمل فيديوز دي ليكم في النهايه، وعمري ما هبقى شيء بدونكم وبدون مساعدتكم. ثانك يو اند ويش يو اول ذا بيست. باي.